منا من تملأه السعادة، ومنا من يتحداه الحزن، منا من يكافح، ومنا من يصد. كل له أحلام وكل له أوهام، منا من هو مطمئن ومنا من هو قلق، مزيج من تناقضات متعددة نحيا فيها بالأمل. كل له قناعته في بحثه عن السعادة، فالسعادة قد تكون شيء لا يسعنا سوى البحث عنه. فإما أن نوجه أنفسنا لنتأقلم ونتعايش ونحاول ونستند، وإما أن ننهزم ونجلس جانبا ونستسلم. هي قناعتك في بحثك لنفسك عن السعادة، بل وأن تبحث عنها في قلوب من هم حولك. هذه هي الحياة. معاش ان شاء الله غير جمتك الطارقي معاي. مفهمتش كفلي رسمي ايه بلا ده غرب ان انت بطا رسمي ادي لأ ادي لأ ادي كده اسمعه انا منه انت ضربنا الملك وجاء يرحب طاقم عمل كافي كندر حي الأندلس بمالكته الرسمية السيدة ماشي. علي صوتك ما يسمعش فيه. عندي شنطة تبدي تسمع. عندي صوتك. لا مش مسمع. انت بتسمع. لا ما تسمع حد. علي صوتك. دي ملكتها الرسمية السيدة. الناس جنبنا بيسمعونا. السيدة. افتتاح أول فروع. إذا كانت دعواتكم لنا هي حجر الأساس من البداية وحتى وصولنا إلى هذه اللحظة، نرجو أن تنال هذه الإنجازية إعجابكم ورضاكم. قفت ليه بلوش يوضف في دهوة؟ لا هذه انت ملفوفها بس اللي فاضح هو اسمك لعنك انت بيعمزي بس الله يفتح عليك يا ويدي الله يفتح عليك يا ويدي الله يفتح عليك هي لحظات لا تنسى ودعوات نمضي بها في حياتنا، نخوض بها الصعاب ونجتاز بها الآلام. هي ليست حلقة أو برنامج، إنما رسالة
أن تبدأ بأحب الناس إليك. ابدأ ولو بشيء بسيط، بمال أو بوقت، بابتسامة، بكلمة طيبة. ابدأ بالذي تستطيع. قد حان الخير وما أجمل أن نحيا فنعبر عنه وننشر ما نتمنى ليلامس روحا ما يأست من طلته فالأمل سيهطل غيثا إن نتبناه تعظيما للرحمن تصديقا بالميزان سنجدد أملا ونغني في كل مكان تمكينا للإنسان تعبيرا للأكوان سيدوم الخير وإن رحلت كل الأزمان بادر واصنع أملا وكن عونا لكي تثمر بعطاء لا تبخل كن الأول بما تقدر